ولكن حضرتك ذكرتي شهادة الجهات المسؤولة منظمة الصحة العالمية عن الإجراءات اللي بتتم في مصر. تعالوا دلوقتي نسمع شهادة مهمة جدا للدكتور إيفان هوتن، هو مدير إدارة الأمراض السارية بالمكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية للشرق الأوسط، بيتكلم فيها في المؤتمر الصحفي المهم اللي كان النهاردة عن تقييم الوضع في إقليم الشرق الأوسط ككل وخاص بالكلام مصر. تعالوا نسمع قال إيه. دعوني أوضح أن النظام جيد جدا فيما يتعلق بالطوارئ وعملية أيضا التنسيق والاستجابة وفقا للأساسيات المتعلقة بالمعلومات التي تم رصدها، وأيضا المراكز الطبية تقوم بتوفير معلومات للمواطنين وتساعدهم في تقديم كافة المساعدات. أيضا ما تم تقديمه من عمليات التحقيقات الخاصة بال المخالطين للحالات، هذه احد الامور الهامه جدا لانه يقلل من انتشار المرض. ايضا هناك حوالي 20 مركزا مختلفا يتم تقديم توفير الفحص للاصابه بالمرض، وهناك ايضا منظمه قدمتها الحكومه المصريه التي تقوم بوضع كافه المعلومات والبيانات المستجده حول المرض. طيب ده كان الدكتور إيفان هوتن من منظمة الصحة العالمية، ولكن كمان هنزود عليه حاجة معلومة، إن هو قال 20 معمل تحاليل، هم 26 معمل تحاليل شغال بالفعل، وبعد بكرة إن شاء الله هيكون في 2 كمان، فيبقى 28 معمل.